ثاني محاولات، ثاني حسام عاشور اقصى اليسار، سيد معوض العرضيه 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 العرضيه، نعم عرضيه، ولكن دفاع الزمالك في الوقت المناسب عملوها عملوها خلصوها وباقدام اينو سجلوها، نعم نعم تابعوه راقبوه، نعم انه يتقدم ليصوب اينو على طريقه الاب ابن الوز عوام، ايوه ابوك اللعيب ابوه حريف ابوه شويط هو ابن اينو اللاعب الكبير، اذا معتز اينو يسجل في مرمى فريق السابق نادي الزمالك بعد سيطرة أهلوية عرضية ثم طولية وتصويبة قوية لتحتضن شباك نادي الزمالك ليعلن عن ثاني أهداف اللقاء، عملوها خلصوها، والثنائية وكأس السوبر تقريبا احتضنوها، تغيير مش ممكن، مش يعني التوفيق وعدم التوفيق بيلعب دور كبير، جوزي مانويل انت ساحر يا أخي يا أخي أنت ساحر يا أخي، غيروا مكان أنيس بوجلبان بعد نزوله بدقيقة تقريبا في أول لمسة تصويبة ولا أقوى، هدف ولا أمتع، نعم ليتقدم النادي الأهلي بتاني أهداف اللقاء 2-0. قال لها روحي راحت رايحة، أيوة قال لها روحي راحت رايحة، بتسمع الكلام هاني سعيد، تشتيت مش مظبوط طبعا، التشتيت لازم يكون على الأجناب، وإينه متمركز أصلا صح، وعبد الواحد السيد ما طلعش بره خطوتين على الاقل عشان يقفل المرمى، ومعتز اينو يحط فيها وش رجله.